ليش؟ هلا في شكايات بنسمعها هدول الشكايات ويمكن اكثر منه كل شيء له علاقه بالوزن بالشعر بالشهيه بالنوم بالحمل بالدوره بتعب برايكم هدول شو كنا جوابهم؟ هلا الدلق لانكم قاعدين بالمدرج بدنا ناخذ الدلق بس اذا سالت السمان شو بيقول لك؟ غده فكله بيقول لك الغده يا دكتور، يعني الناس العوام بتختصر الغدد كلياتها بالدلق. ما يعني ما بيتذكروا اي شيء ثاني ولا بيقولوا اي شيء ثاني، وهي فعلا الغده الدلقيه مهمه واللي اهم بالنسبه لنا انه نحن امراض الدلق كثير شائعه عندنا، تمام؟ حدا بيعرف ليش شائعه امراض الدلق عندنا؟ نقص اليود. نقص اليود، تمام. تمام، وين المناطق اللي فيها نقص يود بسوريا؟ شمال شرق سوريا. لاتقية وطرطوس؟ لا، شمال شرق سوريا. شمال شرق سوريا؟ مناطق الجنوبية؟ حلب؟ بال 1990 عملوا مسح لسوريا كلياتها، سابقا كان انه المناطق الجبلية والمناطق اللي على البحر هي مناطق نقص اليود. لكن اتضح انه كل البلد هي ناقصه اليود، وهلا بنشوف، حدا بيعرف كيف نحن بنستقصي نقص اليود؟ حنشوف الجواب. طيب، معناته نحن بدنا نحكي عن الغده الدرقيه، هلا صراحه المعلومات التشريحيه والمعلومات اللي فيزيولوجيا وكيمياء حيويه حنمر عليها مرور الكرام، لانه انتم يعني تجاوزتوا المرحله تبع البيزك الاساسيات، فالمفروض انتم تكونوا حافظينها عن ظهر قلب، بس انا بتمنى عليكم انه نحن نعرف وين مكان لانه للاسف الشديد تضغط انا ماسكته بالمقلوبه بحاول اشوف ليزر مش هيك. 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 تمام، فكثير بيخلطوا الدرق بيعتبروها تحت الفك وهذا الغضروف شو هي هي؟ تفاحة آدم، فللأسف الشديد حتى في طلاب وقت الامتحان بيكونوا لسه ظانين إنه هون الدرق، فنحن الدرق موقعها منخفض قليلا، تمام؟ فلازم نحن نميز وين مكانها ونعرف لما بدنا نفحص المريض في قاعدة ذهبية بالغدد إذا حفظناها كثير بنقدر نعرف نقرأ تحاليل نشوف نفهم شو الآلية وشو اللي صاير هلا تلقيم سلبي راجع في حدا يقدر يساعدني هلا شو هدول هي مثلا وطاء هون وطاء هون نخامة وجينا لهون غنى الهدف تماما طيب شو اللي راجع هون تلقيم راجع حلقة قصيرة وحلقة طويلة طيب وهون شو هذا؟ هون هلا نحن هون هي قاعدة لكل الغدد هي ما عم نحكي عن الدرق عم نحكي على المحور اللي له علاقة بالوطاء النخامة وغدد هدف تمام؟ طيب هدول الاسماء لا هي بايندنج بروتين لانه الهرمون لما بده يجول بدنا في جزء منه حر هو الفعال وفي جزء بده يرتبط بالبروتين لانه انا هي المعلومه ضروريه لي لما بدي اعرف شو بدي اطلب تمام هلا بنشوف بالنسبه للدرق فهي القاعده قاعده التلقيم السلبي الراجع هي مفتاح
فهم وتحليل وقراءة النتائج اللي تطلع معك، تمام؟ يعني دائماً أنا النتائج أول شغلة هي السريريات، هي الإيمان. أنا بطلب، بتوجه، بطلب التحاليل لشوفها ظابطة مع السريريات ولا لا، وتفسير هالتحاليل إذا أنا ما بعرف هي القاعدة فحيطلع معي تفاسير ما أنزل الله بها من سلطان. طيب هلأ بيجي على الدرق. فالدرق هاد تمثيل بس للمحور الوطائي النخامي الدرقي، وطبعا واضح كتير TRH الثايرويد هرمون بيحرض النخامة الأمامية لتفرز TSH اللي بدورها بتحرض الدرق لتفرز هرموناتها. هالهرمونات لما بيزيد، يعني نحن لو كان هذا المحور باتجاه واحد فمعناته الناس كلها حيصير معاها فرطشات، تمام؟ لكن دقة الخلق سبحانه وتعالى انه انا في عندي الرينج انستابل، يعني التحليل الهرموني للانسان الطبيعي اللي ما عنده مشكلة لازم يكون مستقر. فهو لما بتفرز الدرق وبتوصل لمرحلة ان هي ممكن بلشنا بده يصير فرط نشاط، فمباشرة المستقبلات لأنه الهرمون جاي بالدم فبيمرق عند النخامة وعند الوطاء بيتنبه إنه خلاص لازم نعمل ستوب، ما بقى في TRH، بالتالي ما بقى في TSH، ما بقى في تحريض لإفراز الهرمون. هلأ استهلك الهرمون قرب إنه يصير قصور، فبيصير بالعكس، بيصير إنه هالتطبيط السلبي الراجع انرفع، وبالتالي رجع TRH رجع TSH وهكذا، تمام؟ هلا تصنيع كمان حنمر على السلايد سلايدات حتاخذوهم، واللي بحب يقرا بيقرا بتمعن وشوي شوي لحتى يسترجع معلوماته، لانه يفترض انه هذا اردينو. فانا عندي مراحل عندي التيروزين واليود هن الاساسيات، تمام؟ ف أول مرحلة هي قنص اليود، اليود بيكون مانع عضوي بده يتأكسد، بعدين بده يصير في عندي أكسدة واتحاد. اتحاد ليش؟ ما بده يتحد مع التيروزين، يا أما ذرة يود واحدة يا ذرتين، بعدها بده يصير ازدواج. فإذا ذرتين مع تيروزين مع ذرتين مع تيروزين بيطلع تين أربعة، وإذا لا واحدة واثنين بيطلع تي ثلاثة، والإنتاج الكبير هو لتي أربعة، تمام؟ لكن مين الفعال فيزيولوجيا؟ تي ثلاثة، تمام؟ تمام. طيب هلا هذا كمان السلايد مرور الكلام بدنا نمر عليه، لأنه عم يشرح لنا شو التأثيرات للهرمونات الدرقية اللي أكيد حافظينها عن ظهر قلب، تماما؟ والسلايد اللي بجنبه عم يفرق بين تي 3 وتي 4، أنا اللي بيهمني إنه نحن بنعرف إنه تي 3 هو الفعال فيزيولوجيا، نصف العمر أو العمر النصفي للتي 3 هو يوم، في بعض المراجع يوم ونص يعني قصير، بينما لتي 4 هو طويل. هي المعلومة اللي نستفيد فيها لما أنا بدي وزع الجرعة العلاجية للمريض اللي عنده قصور، يعني بنعم رب العالمين إنه قدروا يصنعوا الهرمون الدرقي اللي هو إيرتيروكسين اللي اسم الحبة هيك. فهي المعلومة ضرب ذهننا لأنه بتفيدنا لما أنا بدي وزع الجرعة للمريض. هلا بحب وقف وقفه صغيره مع اليود، لانه هو اساسي، واحنا قلنا انه عوز اليود هو اللي سبب انه عندنا الامراض الدرقيه نسبتها مرتفعه. قديش ترى الحاجه اليوميه من اليود للانسان دكتور؟ ايش بدك تعمل يا جماعه؟ لا عندنا اسماء ولا زحفظت التخفيض الله، ولا عندنا علامات، ولا عندنا يعني نص ميليغرام يوميا. شو اسمك؟ جول؟ جول جول له معنى خاص؟ طيب أهلا. أنا لي مراء باللهجات وبالمعاني، يعني السؤال للفضول المعرفة. إيه بعرف
انا اكيد هو معنى اسم عربي، بس الفكره انه هو باللغه اللي هو كثير فيها له معنى ولا لا؟ جول عم يقول نص ميلي جرام، بتعرفوه دكتور؟ 0.1 ميلي. ايه 0.1 ميلي جرام، يعني هيك للانسان بغض النظر شو وزنه شو عمره شو هيك للانسان. ايه اسمك؟ حنا. حنا، في حدا عنده راي ثاني قبل ما نشوف شو الجواب الصحيح؟ وانا دائما لما واحد بيحط توقع بيقول والله هلا ما بقى ينسى الرقم، لانه اذا كان صح معناته انا جاوبت صح. تفضل. 50 ملي جرام. 50 ملي جرام. اسمك دكتور؟ محمد. محمد. محمد قال 50، تمام؟ هلا الحاجه اليوميه للبالغ 150 ميكرو جرام. نحن اليود وهدول العناصر الزهيده. فبالميكرو جرام 150 ميكرو جرام يوميا، لكن هي الحاجه بتختلف بين الاطفال ومين في عنا المجموعة اللي الحوامل. تمام. فأنا عندي الطفل 50 ل 120 ميكرو جرام. بدنا ننتبه، لأن أنتوا عندكم مثلا الأسئلة المتعددة الخيارات طبعا مو معناته حجيب لكم إياها، بس ممكن يكون أرقام وفي ميلي جرام وفي ميكرو جرام، فبده الواحد ينتبه إنه شو اللي عما الوحدة، يعني دائما لازم ننتبه لها. الحامل والمرضع بصير بدهم حاجة أكثر، تمام؟ فهي نخليها بذهننا لحتى ما ننساها. هلا بدنا نجي كيف نقيم منطقة إذا فيها يود كافي ولا لا. هلا نحن اليود بدنا ناخده معناته مع الطعام، صح؟ إيه. طيب يا ترى أنا عياره بالدم؟ يعني لما بدي قيم أنا أي عنصر عندها الانسان انه كافي او ما انه كافي او بالطبيعه، يا ترى بياخذوا مثلا تربه بيحللوها، بياخذوا اكل بيحللوه، او التحليل عند البني ادم؟ حدا عنده اي فكره؟ انا ما قريت ما بعرف. ايه؟ لو بيعملوا اختبارات مسحيه بيعطوا الناس يود ومشاعر ويشوفوا مدى القبض، على قد ما بيكون عم يطلع بيكون ناقصه. ميس مو ميس؟ لا نيرمين. نيرمين، كان في حدا اسمه ميس ولا كانت حامل؟ كان في ميس، ايه نيرمين عم تفكر صح، برافو عليها، انه بدهم يعطوا يود مشع وبيشوفوا هالناس قديش عم تقبط اليود المشع. هلا هاد هو اختبار قبط اليود المشع، يعني انا لما بدي صور الدرق فانا في هيك اختبار هو الابتيك، يعني انا بعطي كميه وبصور على قد ما كاميرا بشوف قديش، تمام؟ ما حطول كثير لانه نحن عنا ساعه، والطريقه اللي انا بحب يعني ندرس الموضوع ما بدي اقول ندرس فيها هي الطريقه التشاركيه والتفاعليه اللي بدها على الاقل ساعه ونص لك الموضوع على الاقل، بس معلش يوما ما بجوز تتغير الطرق كلياتها. هلا هذا السلايد هو موجود بمرجع مهم للغدد، انا لازم نتعلم وانتم عم تاخذوا ايفيدنت بيز انه انا دائما الشكل اللي بحطه لازم حط مرجعه، تمام؟ واذا انا عم حضر لبابليكيشن انا لازم اكون اخذ الاذن من الناس اللي هن حاطين هذا الشكل، لانه هذا الشكل تعبوا عليه وظبطوه وحطوه ونشروا، فكتير بيقول لك انه انت لازم تكون تحصل على اذن الناشر، الا اذا شيء صار يعني مباح على النت فممكن الواحد يذكر، لازم تذكر المصدر، تمام؟ فهذا واحد من المراجع المهمة، هي نسخة 2018 فرقة عن النسخ القديمة انه ملونة صارت، فأنا أنت الصورة القديمة اللي عنده السلايدات وهي ملونة. هذا عندي الأنبوب الهضمي، يبدو أنه استخدام الفارة أحسن، إي لأنه ما حتى التخيل ما عاد يمشي الحال. فأنا عندي هاد هو الأنبوب الهضمي، فأنا أعطيت 500 ميكرو جرام يود موسوم، يعني يود مشع بالنتيجة، تمام؟ هلأ هدول ال 500 بدهم يدوروا بالجسم، أنا أعطيت هال 500 بعرف هي 500 وموسومة، فأنا بدي أشوف آخر شيء قديش عم ينطرح من
هذا اليود لأعرف قديش طب الجسم استهلك وقديش انطرح. فالدور اللي بيدور فيها الخمسمية كلها بدها تمتص، تمام؟ إلها دورها بين السائل الخارج الخلوي، بين الدرق، الهرمونات، بعدين بترجع للكبد. لكن أنا لما امتصت الخمسمية بالسائل يعني بالدم وهي جاية للدم بدها تمر على الكلية، أنا بيتصفى منها وبيطرح بالبول 485، وبس ال 15 ميكروغرام اللي هي بتصير هي التبادلات اللي ما حنخوض فيها بالتفصيل واضحه كثير، حتى اخر شيء بينطرح مع الاملاح الصفراويه بينطرح ال 15 ميكروغرام اللي دارت دورتها بالجسم، تمام؟ يعني انا لما بدي اشوف كفايه اليود بمنطقه ما فانا بدي اعاير اليود بالبول، لانه عم يؤخذ عن طريق الفم. الجسم في جزء يستهلك، لكن الجزء اللي اكبر فانا الكميه اللي باخذها من اليود عمليا هي صغيره كثير، تمام؟ لذلك مشروع معرفه كفايه اليود باي بيئه بده معايره، اخذ عينات بول ومعايره اليود فيها، وهي بالحقيقه طريقه مخبريه كثير صعبه، لدرجة إنه نحن بالتسعينات بعتقد بمركز البحوث صارت التحاليل، وبعدها صار مشروع إذا تسمعوا فيه الملح المياودن، يعني صار لأنه الشغلة اللي الناس كلياتها بتستخدمها هي الملح، فصار في إضافة بكميات مدروسة للملح، لكن الطريقة اللي كان يضاف فيها ممكن يكون في طرق حديثة أو إذا طلعتوا أنتوا أكثر، الطريقة اللي كان يضاف فيها كانت التعليمات كتير شديدة إنه الملح لازم ينحط بكيس معتم، تمام؟ فكان اللي هو أضبط ملح هو الملح اللي بمعمل التبني اسمه، والكياسه صفر وسميكة، بينما هذا الملح اللي ناصع البياض واللي بنشوفه معروض هذا جزء كبير من اليود تبعه رايح متخرب بالضوء. لما نحن بنجيب الملح وبنحطه بمملحة مفتوحة كمان جزء من اليود راح، لما ست البيت بتحط الملح على الطبخة من البداية كمان معناته هذا، فبالنتيجة التعويض ما كان دقيق بما فيه الكفاية، تمام؟ المهم هي بس رؤوس أقلام انتو تعرفوا كيف أنا إذا بدي قيم الوضع. هلأ هدول بس إحنا مرور سريع قبل ما نبلش بالفرط النشاط. بالمخبر في عندي TSH، نعرف شو هي TRF، ما بيتعاير TRF استخداماته بالأبحاث، وممكن بعض التحاليل اللي فيها تحريض بالTRF، بس كمان هي ما هي المتداولة بين الأطباء عامة، إلا استخدامات خاصة. فأنا اللي بيتعاير بالمخبر TSH T4 و F، الـ F هي free free T4. شو الفرق بيناتهم؟ تفضل اول واحد نفعك كده واحنا مرتبط بما بنستفاد من العمليات الثانية تقريبا عن فالفري هو اللي ما مرتبط بالبروتين وهو الجزء الفعال، تمام؟ فانا عندي تي 3 والفري تي 3 او الحر، وتي 4 والفري تي 4، تمام؟ وعندي أضداد للضرب، عندي الومضان مثل ما قلنا إنه بنعطي يود مشع وبنشوف الارتسام بالجاما كاميرا، وعندي الإيكو أمواج فوق الصوت، وعندي فاين نيدل أسبيريشن اللي هي الرشافة. هلا أنا هون مرتكبة خطأ ودائما لازم ما نرتكبه، إنه أنا الاختصار لما بستخدمه أول مرة لازم أكتب فول سنتنس، لازم أكتب فاين نيدل أسبيريشن وأكتب ترجمتها. فأنتم مشان لما تفكروا خصوصا هلا السنة الجاية بيصير عندكم المشروع الرسالة، فهي من القواعد انه انا الابريفيشن ما بستخدمها اول مرة هيك، فانا بدي حطها كاملة السنة الجاية بنتدارك هذا الخطأ اذا الله خلانا. طيب هلا انت اذا عندك الخيارات كلها هرمونية، عندك TSH خلي على جنب، بس اذا عندك T4 و FT4 انا بتختار وليش؟ بالتحليل FT4 انا عم بدي اطلب تحاليل
بتحضر الكرة؟ بتعرف الديكور؟ ليه؟ بتأثر بالبروتينات الدم، بتتغير بروتينات الدم العضوية، بتصير جلد أكثر، بتكون صار عندك مشكلة كمان إذا في مشكلة أو تمام. اسمك دكتورة؟ تاج. ما انت شو اسمك؟ أحمد. تاج، لأنه ما سألتك على أمل أني أنا أحفظ شوي، لكن أول مرة خططنا بين ميس ونيرمين. مضبوط اللي حكيته تاج، أنه أنا في عندي مشكلة البروتينات، إذا عندي نقص بروتين، عندي نفروز، أو عندي زيادة بالبروتين، أو إذا في عندي أدوية بتأثر على هذا الهرمون، عندي الهرمونات الجنسية أو حالة الحمل، فهي كلياتها بدها تعطيني قراءة للتي أربعة ما هي الدقيقة، فلذلك أنا بهرب من مشاكل البروتين لما بطلب فريق الهرمون الحر. طيب، تفضل. أنا بدي إياكي تفكري بالموضوع والأسبوع القادم تجيبي لنا الجواب. هلأ يعني خطر على بالي، بس أنا بدي إياكي تفكري، وطبعاً مدعوين البقية إنه يفكروا ويدوروا عن جواب. شو اسمك أنتي؟ جوزيل. جوزيل عم تقول إنه أنا، وتفكير منطقي، إنه أنا إذا زاد البروتين وزاد الهرمون التي أربعة فكمان الحر بده يزيد. إذا نقص، أوكي، إذا نقص البروتين معناته أنا جزء الحر بده يزيد، تمام؟ طيب، بندور على هذا الجواب والأسبوع القادم. طيب، هلأ خلونا نفكر بهالمسألة. أنا بحب دروسنا نستفيد من الوقت نناقش سريريات، تمام؟ لكن المقدمة اللي حكيناها لابد منها مشان نحن مدخل لموضوع. فتاة 17 سنة هي طالبة بكالوريا، لا تعمل، غير مدخنة، لا تتناول الكحول ولا ركيبة كمان، وساكنة بدمشق وهي دمشقية. ليش أنا قلت ساكنة دمشق ودمشقية؟ لا، لأنه في ناس إجوا على دمشق يدرسوا، في ناس بهالأزمة الله لا يعيدها تركوا بيوت، فأنا دائما لما بسأل عن المكان والسكن إذا في شيء بيئي بالمكان، وعن الأصل إذا في شيء أمراض بالمنطقة اللي كانوا فيها معروف إنه والله بيزداد مثلا المنجلي والتلاسيميا بمناطق الجنوب. فهي ضروري لما بتاخذوا مشاهده، لان عمليا اخذ مشاهده بس الهويه الشخصيه، والشكايه الرئيسيه نقص وزن، تمام؟ فانا بدي هلا انا وياكم، احنا اخذنا شو بدنا نسال شو بدنا نساوي، على السريع شو بيخطر ببالكم؟ هي المخلوقه قاعده وانتم بدكم تسالوا وانا بجاوب عنها. ايمتى بلشت الحالة؟ اذا مترافق مع نقص شهية او لا؟ حرارة. قديش مقدامك؟ حرارة شو قصدت؟ بدك تحدد. اذا مرتفعة حرارة. اذا هي عندها حرارة، ايه يعني مقيسة قصدك ترفع حروري. ايه. اوكي، حلو. اذا عندها خفقان. اذا عندها خفقان. مقدار النقص، برافو، مقدار النقص. النشاط اليومي. نشاط قصدك يعني موضوع التعب والإجهاد ولا؟ أوكي. تساقط الأشعار. فقدان وعي. فقدان وعي أو دوخة. أوكي. فرد هي إنه إذا هي شخص عصبي. حلو. الطمس كمان حلو. التعرق. تمام تمام تمام. تفضل. كمان برافو برافو كلياتكم يعني عم تقاربوا الموضوع بشكل حلو. هلا رح اعطيكم المعلومات. هلا هي من سنه كان وزنها 100 كيلوغرام. طبعا انا دائما لما باخذ وزن لازم اخذ الطول. هلا انا اذا على الفرق فهي نقصت 40 كيلو صارت 60، لكن انا دائما بهمني البي ام اي اللي هو حاصل قسمه الوزن بالكيلوغرام على الطول، مربع الطول بالمتر. تمام تمام. طيب، عندها فرط شهية، وعندها ميل للإسهال، وعندها خفقان، وعندها جفان وقلق، وعندها عدم تحمل حرارة. شو علاقة هدول؟ فرط نشاط. فرط نشاط. ثلاث.
فحص قبل الفحص السريري تمام قبل بس ما وصلنا على الفحص سواك طبعا لا لسه ما وصلنا لسه انا ما فحصت انا المخلوق قاعده عم استجوبها فانا لما اخذنا انه انا بالترتيب بدي هويه شكايه رئيسيه استعراض باقي اجهزه سوابق شخصيه سوابق عائليه هي لها اهميه تمام هلا استعراض باقي الاجهزه سلبي يعني بقيه الاسئله اللي سالتوها ما في شيء مزعج بالنسبه لها واستعرضنا لانه عندي جهاز البولي وجهاز الحركي كلياتهم طبعا هي ممكن احنا نزيد حتى تكمل السيناريو هي بيقول لك ما بيقول لك الشخص انه انا صرت عصبي لك عم بتخانق كثير مع اللي حواليه تمام لا البعض بيعترف انه انا كثير عم اعصب بس المهم انه هي الاساسيات بشكايتها هلا سوابقها المرضيه والجراحيه سلبيه هي اول مره بتمرض والسبابق الدوائيه هي 100 كيلو كان يعني مزعوجه كثير من وزنها فاخذت دواء للتنحيف سوابق العائلية سلبية تمام؟ في أي تعليق أو أي سؤال أو أي شيء؟ دواء التنحيف عليه إشارة استفهام عدم تحمل الحرارة هو مو ترفع حراري يعني ليش تأثر فيها؟ ترفع حراري يعني أنا بميزان قسمت الحرارة أعلى من الطبيعي بس مرضى فرط النشاط بيقول لك مشوه طول الوقت حاسس انه هو يعني حيشعل من كتر الشوق فهي عدم تحمل الجو الحار بالمقابل لما بيكون في قصور بالعكس بيكون بردان وتلج والناس ميتة من الشوق اذا قعدته جنب الصوب حطيته بقلبه بضل عنده الشعور بالبرد فهذا معناته تكتبي في اسمك اديب اديب انت حطيت اشارة استفهام على دواء التنحيف ليش يعني لا بغض النظر انه الفرق كثير كبير بالوزن بس حسيت انه يعني هي اعتقد دواء التنحيف ممكن يكون منطقي اكثر يعمل اعراض قلق انه في ادويه تنحيف تعمل قلق بجوز هيك يعني سؤال يعني هو بصير لا السؤال كثير منطقي وكثير معك حق معناته احنا حنطلب منها تجيب الدواء لانه هي ما كثير حافظه بس وحده من رفقاتها قالت لهذا الدواء كثير بفيد وبنحف وما احلاه فخذي تفضل بجوز هذا الدواء يعني بيعالج ايوه صار هيك معه بعد ما اخذ الدواء او صار طيب حنستناها تجيب دواها تمام هلا حنحكي شوي على فرط النشاط لانه لابد من معلومات احنا نمرق عليها فحنمرق عليها سريعا يعني هي المعلومات انتم لازم تعرفوها لكن اهم شغله انه الواحد يفكر فمن اسباب الانسمام الدرقي حتى على فكره السلعه الدرقيه السلعة إذا كانت سلعة بسيطة وفي أعراض فرط نشاط شو يصير اسمها؟ سمية طبعاً لأنه في عندي فرط نشاط بس جريبس وجريبس أنا مؤخراً زميلنا دكتور سعد إبراهيم هو طبيب إنتانية وعامل غدد لأنه طبيب الإنتانية بورد أمريكي هو ما بيشتغل إلا بالمشافي فهو ارتأى أنه يعمل غدد مشان يقدر يشوف مرضى يعني بالعيادة غير المشافي فجريفز احنا من طول الوقت دراستنا وبعدين وكل شيء كتبنا جريف بنقول ده جريف بس طلع الزلمه اسمه جريفز يعني الزيت هي من اساس الاسم مو هي الخصوصيه تبع انه والله ده جريفز تمام لانه الابوستروفي بيحطوها بنهايه الكلمه فهي كمان مشان انتم تبلشوا يعني خلص ما بقى نقول جريف جريفز هو اسمه العالم اللي حط مواصفاته فانا في عندي سلعه بس هي السلعة مانا معقدة مع أعراض سلعة بسيطة منتشرة مع أعراض وشو الشغلة الثالثة؟ إنه مرض مناعي ما اختلفنا بس شو الشغلة الثالثة اللي بتكمل تعريفه؟ جحوظ جحوظ العينين فأنا في عندي هدول الأساسيات وبعدين في عندي سلعة العقدة ممكن تكون عقدة وحيدة او متعدده العقد للعالم بلامر هو اللي حكى عنها في عندي التهابات الدرق ممكن تعمل تمر بطور فرط نشاط وعندي دوائي ممكن يكون مثل ما حكى جود صح ما
ماشي الحال، الذاكرة القلبية يعني لساتها شغالة. طيب دوائي ممكن يكون هو نفسه الدواء الكيروكسين اللي احنا بنعالج فيه، لما انا بعالج قصور وبيضل المي عم ياخذ ولا بيراجع الطبيب وبيزيد من حاله الجرعه، فممكن يكون يدخل بفرط نشاط وفرط النشاط يكون دوائي، غير الادويه الحاويه على اليود، لانه انا بعرف انه هلا فيزيولوجيا اليود اذا انتم متذكرين فيزيولوجيا معقده، يعني انا جرعه من اليود يوميه لمده اسبوع ممكن تحسن لي اعراض فرط النشاط، لكن انا اذا زدت الجرعه او كملت اكثر من اسبوع بصير ظاهره هروب ممكن تتفاقم الاعراض، فدائما فيزيولوجيا اليود كثير بده يكون حذر فيها الواحد. فانا نقص اليود بيعمل لي غالبا بيعمل لي سلعه، بيعمل لي عقده، بيعمل لي قصور، ولما بعوض اليود بكميات فبيدخلوا كثير. الفتره اللي تعوض فيها اليود بفتره يعني نهايه التسعينات تقريبا كان مستحيل العياده كل يوم اربع خمس ست مرضى عندهم فرط نشاط وفي فرط نشاط شديد، فالادويه الحاويه على اليود ممكن كمان تعمل لي فرط نشاط. مثل ايش؟ اميودارون هو لاضطرابات النظر، الليثيوم كمان حاوي، وفي ادويه اللي بنتداولها كثير بالشتاء ادويه السعال فيها يود كمان. وشو الشغله الثانيه اللي بنستخدمها بالاشعه للتصوير؟ لا يود مشع، يود مشع، بس اليونوغرافين المواد الضليله لتطلع ضليله كمان هي فيها كميه كبيره من اليود، لازم ننتبه. هلا اسباب نادره كثير نادره، بس ممكن يكون في عندي ورم بالنخامه عم يفرز تي اس اتش، فهذا ما عاد خاضع للفيزيولوجيا تبع التلقين السلبي، هذا تي اس اتش كل الوقت عم تحرض للدرق وعم تفرز هرمون درقي. ممكن يكون في مقاومه نخاميه للهرمون الدرقي، يعني ما بيستجيب وبصير في تلقين سلبي راجع. الكوريوكارسينوما بتمر معكم بالتوليد، او نسيج درقي هاجر بالمبيض، او نقائل من سرطان درقي جريبي وبتكون فعاله. هلا حنحكي شوي صغيره عن معظم امراض الغدد نسبتها عند النساء اكثر من الذكور، تمام؟ العمر الوسطي بين 30 ل 50. هلا في اتش ال اي معين اللي هي زمر نسجيه معينه، هلا بتلاقوا انه بالعيله في كذا حاله عندهم مشاكل. هلا غير انه عوز اليود بيخلي تكرر الشكايات موجود عند العائلات وعند العائله الواحده، بس كمان في استعداد نسجي انه تتظاهر اصابات الدرقيه. اللي حكيناه السلعه المعممه، الانسمام الدرقي، اعتلال العيني اللي هو ممكن يكون جموز هو الشكل الكامل منه، بس كمان انا بشوف وذمي امام الزنبور وتبقرب بالاصابع، كمان هدول، بس هدول اقل من الثلاثي اللي بنشوفه، ويمكن احنا يعني انا ما بتذكر اني شايفتهم، لانه لما المريض مشخص خالص ما بيعود الواحد بدور لحتى يتاكد انه والله في وذم امام الزنبوب ولا لا، بس انتم لما بتشوفوا حالات بالمشفى لازم تفحصوها كاملا وتدوروا على العلامات. دكتورة اثناء البحث كان بيقول في مقالات للعوام المكتوبه لاقين فكره الوزمه نهائيا وزمه المخاط. هي كثير نادره، هلا هي هلا هي ما وزمه مخاط مخاطيه، المخاطيه عند قصور الدرق. بس ان كان هم اللي ما بيحكوا فيها. بالقصور بدك تحكي فيها لانه الجلد عجيني بيصير. عرفت علي كيف؟ فانت تاكد من قراءتك لانه بالقصور لازم تحكي عليها، هي ارتشاح بالبوليسكرايد، لكن بالفرط النشاط يعني كما قلت لك انا يمكن لانها قليله او لانه احنا ما بندور عليها، انه والله خلص واضح، يعني فرط نشاط المريض عم يحكي لحاله انه عنده فرط نشاط وعنده جحوظ والتحاليل طلعت، فما بندور على هالعلامات، يمكن هذا سبب انه نحن ما بنشوف. مثل ما قلتوا حدا من زملائكم انه الاضطراب هو اضطراب مناعي، يعني انا عندي في جلوبولينات مناعيه اي جي جي بتجي ترتبط بالمستقبل وبتشتغل كانها هي تي اس اتش، فبتحرض على افراز الهرمون الدرقي. هلا في شيء اسمه جريف اللي هو سوي الوظيفه، شو يعني؟ جحوظ من كل التعريف تبع جريفز بس الجحوظ، طبعا الآلية مناعية والآلية موجودة لكن لسبب أو لآخر ما عندي أعراض فرط نشاط.
تمام؟ عندي بس جحوظ بالعينين. هلا هي صورة هيك تمثيلية مشان واحد يقرأ وتثبت المعلومة أكثر، وحاطين الجوكندا. هي صورة مستازونة صراحة. إذا صار عنده جحوظ، يعني هو جحوظ ولا هو قلق، في عندكم سؤال آخر هذا لازم تجاوبوا عليه. هي درجات الجحوظ، والحمد لله إنه الجحوظ الخبيث الخطير نسبته كتير قليلة. لكن لو عملنا مرنان، شايفين الصورة اللي فوق على اليمين، أنا في عندي ارتشاح، في عندي ممكن ما يكون متظاهر بشكل شديد، لكن في عندي ارتشاح بالعضلات بينشاف ب 90% من الحالات. هلا في سلايد لازم احط لكم اياه بس انا نسيته، هو كيف انا بفحص المرضى، لانه في بصير عندهم تلكؤ بالجفن وانكماش. كمان هدول ان شاء الله الاسبوع القادم بنحطهم. هلا السلع العقديه مثل ما قلنا، يا بتكون عقده وحيده يا متعدده العقد. هي العقده هيك خطر على بالها لحالها بتصير ذاتيه الافراز، ما عاد لها علاقه بالمحور ولا عاد لها علاقه بالتثبيت الراجع. كمان نفس الشيء، في انا عندي خلل بالمستقبلات. هلا من الاسباب الثانيه اللي ممكن تحرض هالعقده، العقده موجوده وعم تتراقب ما فيها شيء، لكن اذا صار نقص باليود او تعرض العنق لاشعه وصار التهاب شعاعي، وخصوصا بالاطفال، لذلك لما بدنا ناخذ سرطانات الدرق، تعرض العنق لاشعه بالطفوله ممكن يخليني شك انا اذا في عقده ان هي تكون خبيثه. ومثل ما قلنا جرعات اليود كمان اللي جايه من ادويه غنيه باليود ممكن تحول لي العقده لعقده ذاتيه. الانسمام الدرقي الدوائي مثل ما قلنا، اذا اخذنا الهرمون الدرقي فانا بصير في عندي او اميودارون المقشعات اللي بناخذها مع شربات السعلين، مواد التباين الشعاعي يعني اليوروغرافين، بيكون في عندي فرط نشاط بس ما في سلعه ولا في عندي جحوظ. هلا جريبز نفسه ممكن تكون السلعه كثير صغيره، دائما انا بدي ميز انه ما في ترابط بين شكل الغده وحجمها وصفاتها وبين وظيفتها. يعني ممكن تكون جريبز في 3% تقريبا السلعه قد ما انا بس صغيره ما انا مشسوسه، لكن عندهم فرط نشاط شديد. واذا شفتوا تذكروا الصور اللي شفناهم عن السلعات الدرقيه اللي تكرروا معنا وقت العقد، فهدول بتشوف العقده الدرق قديش واضح انها معقده وكبيره، لكن بتعمل الوظيفه ممكن تكون وظيفه طبيعيه. فدائما انا ما بربط شكل الغده وحجمها بوظيفتها. برايكم انا اذا بدي شخص شو بطلب؟ تي اس اتش وفري فري تي فور. انا فري تي فور بدي اهرب انا من المشاكل. هلا انا اذا ما عندي غير تي اربعه امري لله، لكن انا اذا لي الخيار تي اس اتش وفري تي فور. طيب مين بده يقرا لي اياهم او يقول لي شو بده يكون فيهم؟ تي اس اتش بده يكون فيه منخفض مثبط، مو بس منخفض مثبط، تمام؟ والفري تي فور عالي. برافو، تمام. هلا المعالجه ممكن دوائية، ممكن جراحية استئصال، ممكن يدمشة. عندي ثلاث خيارات للمعالجة، تمام؟ أيضاً معالجة عرضية، حاصرات بنتا في حال وجود للخفقان، أحسن شيء إني أنا أعطي، أنتوا أعطين أدوية مو أعطي؟ تمام، فأنا عندي حاصر بنتا أو إذا كان في رجفان وزيني وفي استضباب إني أعطي ديجوكسين، إذا في رجفان وزيني لازم أعطي مضادات تخثر مشان ما تنطلق صمات من هالأذينة، لأنه الأذينة هي عم ترجف معناته في ركودة ضمنها ممكن تعمل خثرات وتنطلق صمات. طيب أنا بعطي هاي المعالجة العرضية لحتى يخف شعور المريض بالإزعاج، وممكن اني اعطي مثبطات الاصطناع وانا محطوط بين قوسين اسبوعين لبدء التحسن. هلا بتساعدوني بالشرح لانه يبدو انه الواحد بينسى. هلا اليود والليثيوم
كمان انا ممكن استخدمهم بس بالتحضير الاسعافي، مثل ما انا اليود انا اسبوع زمان اعطيه بحسن لي، بخفف من الاعراض، بخفف من بياثر، بخفف ترويه الغده، لكن بعدها بصير ظاهره هروب، بالعكس بتصير الاعراض اسوء. فهي انا بالحالات اللي انا عم حضر اسعافيا ممكن اني استخدمهم اليود المشع والجراح. تمام. طيب مثبطات الصناعة الهرمونات الدرقية هي تيوناميدات، هلأ في الكاربيمازول أو المستقبل المستقلب تبعه البيتيمازول، وفي عندي البروبيل تيوراسي. هلأ الآلية اللي بتشتغل فيها، احنا مو قلنا انه في عندي قنص وأكسدة والاقتران والازدواج وبعدين الإطلاق، فهي بتأثر على الأكسدة والارتباط والاقتران. تمام. فبتوقف اصطناع الهرمون الدرقي. طيب هلا البروبيل تيوراسيل بي تي هو المكان اللي الوحيد اللي انا بستخدمه فيه عند الحامل، لانه ما بيعبر المشيمه، وهو بيساعد انه بيثبت تحول تي 4 لتي 3، بس اهم شغله انه هو ما بيعبر المشيمه، فانا ممكن استخدمه اذا حامل اصيبت بفرط نشاط، او احيانا بيتحسس المريض تحسس بسيط، تحسس مثلا شرق او اي مظهر تحسسي خفيف، فممكن انا بدل ما اعطي ميتيمازول اعطي البي تي يو البروبيل تيوراسي. تمام. لكن في تاثير جانبي خطر كثير بالنسبه لهدول الادويه، حدا بيتذكر اذا ماري معكم او اذا محضر المحاضره؟ نقص العديلات. طيب نقص العديلات شو بيعمل؟ بصير انتانات. تماما. وهذا قاتل، يعني المريض بصير اي جرثومه اللي هي بالعاده ما بتعمل اي مشكله بتعمل عنده انتان وشديد وحراره. لذلك ابدا ما بنعطي وصفه فيها مثبطات الصناعه هرمون درقي ما يكون معها، انا بالنسبه لي ورقه مكتوبه، لانه الكلام الشفهي بينسى، فلازم تكون ورقه مكتوبه انه في حال حدوث اي مظهر لانتان، ترفع حروري، تقيح بالعوم، قلاع فموي، خراج، اي مظهر انتاني، لازم المريض اول خطوه يعملها انه يوقف الدواء. هلا المريض اللي يعني متفهم، اللي له شوي معرفه طبيه، فانا بقول له وقف الدواء، راجع طبيبك، او نعمل تعداد كريات البيض. فاذا تعداد كريات البيض عالي معناته انا في عندي انتان مثل اي انسان ثاني وبدي اعالجه، لكن لما بيطلع تعداد الكريات واطي والمحببات منخفضه فمعناته انا صار عندي هذا التاثير، وهون انا ما بجازف وبدور على بديل. قولا واحدا انا ما بقى اخذه، هو من نعم رب العالمين انه عكوس، ايقاف الدواء بيرجع النقي وبترجع الحاله، بس بدي انا اعزله لهذا المريض مشان ما ياخذ انتانات، واعطيه صادات واسعه الطيف لبين ما يرجع النقي لنشاطه، طبعا مع ايقاف الدواء. فانا اذا ما انتبهت، لذلك نحن لما بنقول استجواب المريض لازم تكون انت دقيق وفي ترتيب وما تفوت شيء، وخصوصا القصه الدوائيه، لانه في كثير من الاحيان بيكون المفتاح هو بكيس الادويه، بيفتح المريض كيس الادويه فانت بتنتبه بتشوف انه هذا ليش عم تاخذه، هذا بيأثر هيك، يعني الخلاصه لازم تتعودوا تاخذوا مشاهده مرتبه لحتى ما تقعوا، او ما حدا ما بيقع بخطا، بتكون الاخطاء بالحدود الدنيا. تمام. اذا اهم خطر هلا اختيار المعالجه حسب سبب فرط النشاط، عمر المريض، إذا في عندي أمراض عامة مرافقة، إذا عنده سوابق، أو معطيات المخبر والأشعة والمدرسة الطبية. هلا المدرسة الطبية أنتم بتعرفوا اليابان شو صار فيها؟ هيروشيما. يعني بتعتقدوا يعني شو بيقولوا اللي بينحرق الشوربة بينفخ بالزبادي باللبن؟ فهدول القنبلة الذرية اللي هلا عم بيعانوا من آثارها، فهدول بيهربوا عن كل شيء اسمه مشع. تماما؟ ايه، بينما الأمريكان اللي أخذوها وزتوها هدول أول شغلة عندهم لا بيستخدموا المشع. أوروبا بين البينين. فأنا في عندي بأوروبا 75% معالجة دوائية، 25% معالجة باليود المشع. باليابان 90% دوائية جراحية، يعني اليود المشع النادر
انه يستخدموه، بينما بالولايات المتحدة الترتيب بالعكس. هلا بالنسبة لاستطابات الجراحة، انا عندي سلع عقدة سمية، فهي العقدة اللي صارت ذاتية الافراز هي لازم اني انا استأصلها، تمام؟ داغريف اللي هو السلعة تبعيته ما فيها عقد، لكن انا في عندي حالات بتخليني ابعد هالمريض. بالمناسبة المعالجة الدوائية برأيكم قديش ممكن ليستجيب المريض؟ الميتيمازول اسبوعين والبي تي يو فرا؟ ايه هلا نرمين عم بتقول انه اذا اعطينا ميتيمازول، طبعا انتوا عرفتوا شو السؤال؟ انت شو السؤال فهمتي يا نرمين؟ قديش بدنا وقت لترجع مستويات الهرمونات للطبيعي؟ هو هلا ما كان هيك السؤال. انا السؤال هو ممكن لشقين، انه انا قديش بده المريض، احنا ما بدنا نعالج معالجه عرضيه، نعطيه حاصلات بيتا، تمام؟ ليش طيب؟ ضروري انا اعطي حاصل بيتا؟ طبعا. ايه طيب ليش انا بدي بلش فيها؟ ممكن اعطيها يعني لاحقا. هلا انتم انتبهتوا شو اسمهم هدول الزمره اللي انا عم عالج فيهم؟ بدهم وقت. ليش بدهم وقت؟ مخزون. برافو عليكي، برافو عليكي. بس بقى اتذكر اسمك ولا ما سألتك؟ جوزيف. جوزيف لا لازم احفظه. ايه انا عندي الثايروكلوبولين هو مخزون، يعني عندي بالجريبات الدرقيه الهرمون بيتخزن وبيستخدمه الجسم شوي شوي، فانا الدواء بياثر مباشره، يعني زائد ناقص بالبروبيلتيوراسيل والميتيمازول ما في مشكله، لكن انا المخزون بالحاله الطبيعيه قديش بكفي؟ اكثر اكثر شهر لشهرين بالحاله الطبيعيه. الحاله الطبيعيه يعني الانسان اللي انا وقفت له الاصطناع وبده يستخدم المخزون، لكن انا عندي مريض فرط نشاط، فرط نشاط يعني عم يستهلك بسرعه فبده اسبوعين. مشان هيك انا قلت انه انا لازم افهم مريضي. هلا احيانا بيكون عندي مضاد استطباب لحاصل بيتا، بتعرفوا مضادات الاستطباب تبع حاصل بيتا؟ بالعكس صاروا عم يعالجوا. هلا رحتي للي عليها هيك خلاف، بس اللي الربو، الربو اذا مريض عنده ربو انا بدي انتبه كثير، تمام؟ ايه فالمهم انه انا اذا عندي مضاد استطباب انا لازم اشرح للمريض انه انت لازم تفهم انك اسبوعين لحتى يبدا التاثير، لانه في مخزون بالجسم. وقفنا الاصطناع اليوم لكن هذا المخزون بده اسبوعين لحتى يروح، تمام؟ فمعناته لانه اذا انا ما اعطيته، هي الفرق بين انه المرضى بتفوت لعند طبيب بيقول لك يا الله شرح لي وفهمني وقال لي، بين افات على واحد مستعجل ما طلع عليه كتب كلمتين ايه روح، فهذا بيروح بيستخدم اول يوم ثاني يوم، وطبعا ما اخذ حاصلات بيتها، لانه المريض اعراضه هي اللي زعجته، هو ما بيهمه يعرف والله الدواء شو اليته ولا شو بده يعمل. لذلك انا اعتبارا من الرابعه فما فوق بركز على السريريات وما كثير بركز انه والله على اساسيات انتم خلصتوا منها ونجحتوا. فهذا يوم يومين ثلاثه كانت عند اديب وما تحسن، بيقوم بيحمل حاله وبيروح لعند جول. ايه بيقول له والله انا يعني اخذت الدواء ورحت عند هذا الطبيب. جول اذا كان منتبه ومتذكر شو حكينا بيقول له ولا يهمك، هلا انا بعطيك دواء بتصير ما احلاك، ببلش له بحاصل بيتا، فبصير هو اله الفهم. هذاك الطبيب لك ما لك اول شيء ما طلع علي مثل عالم الناس وما فهمني واعطاني دواء، هلا انا ضليت علي الدواء بس لا الدواء اللي اعطاني اياه الدكتور الثاني. فهيك بتصير. هلا اذا كان حظه سيء وجول كان مستعجل اكثر من اديب
وقال له لا لا ما فيك شيء، استعمل هذا الدواء وبتصير منيح. في ذلك مهارات التواصل اخذتوها لانه لتعرف كيف تتعامل مع المريض. فهذا بيستنى له يومين ثلاثه، بس هو لساته مزعوج من هالخفقان. وما تتخيلوا قديش مزعج للانسان اللي طول الوقت قلبه عم يدق وعم يرجف ومتوتر. تمام، بيروح لعند جوزيف، طبعا بيكون مرقوا الاسبوعين بقيان يومين ثلاثه، بتقول له لا ولا يهمك. طبعا جوزيل اكيد حتقول له رفقاتي فهمانين بس في هذا الدواء بيساعد، لانه بجوز غير جوزيل يقول له هذا ما بيستخدم. بقى شوفي عنده قاموس يعني للناس اللي بتفهم كثير بيستخدمه. بس مهم تفضلي. انا احنا وقفنا له بس معناه هو عنده خمس اشهر، يعني عنده في ثلاث في اربع اشهر فممكن واسمه اكثر من اسبوعين. لا دكتوره، هو انا قلت لك بالحاله العاديه هو بياخذ شهر لشهرين، بس لانه عنده فرط نشاط يعني الاستقلاب سريع، يعني هالتين ثلاثه وتين اربعه اللي موجودين عم يستهلكوا اسرع. عرفتي كيف؟ انا بالحاله العاديه ممكن لشهرين يكفي هذا الرصيد. اي تمام. طيب هلا دارك ليه؟ فعرفنا؟ هلا الشق الثاني من السؤال انه انا لقيت بدي اعطي هالادويه. يا ترى ببلش بجرعه عاليه ولا بجرعه قليله؟ شو براقب؟ هي أسئلة كتير لازم أنا أطرحها، صحيح مو موجودة بالسلايدات بس بتكون تفرغوها على الورق، ما هيك؟ طيب، حدا عنده فكرة هيك ولو قرأ مثلا؟ ليش أنا بقول لما بقول لكم حضروا سؤال الواحد بيضطر يفتح كتاب، وقلت لكم قطعها في الإيمان الكتاب الجامعي هذا اللي مفروض عليكم، وأنا بتمنى عليكم إنه ما ترجعوا على النوطات والوراق اللي متداولة، لأنه قد يكون فيهم خطأ. كلنا عرضة للخطأ لأنه عمل بشر، ممكن أنا وأنا عم بحكي هو عم يسجل تمرق كلمة أنا غلطت فيها، لا أنتم انتبهتوا ولا هو انتبه وبتمشي. أما أنت لما بتغير المرجع اللي أنا عم بقول بس أنت إقرار طلع، بيكون احتمال إنك تعلق معلومة خطأ بذهنك أكثر. تمام؟ لا أقل قصدي. طيب معناته نحن لما بدنا نعالج بدنا نفهم المريض انه العلاج الدوائي اذا بدي انا بس علاج دوائي ممكن ل 18 شهر يعني سنه ونص. تمام؟ سابقا كنا نوصل لجرعات عاليه، هلا حبه الميتيمازول 5 ملي جرام عيارة، فكنا نوصل ل 16 حبه اذا فرط نشاط شديد. لكن بعدين وهي فائده الابحاث لقوا انه انا بعد ال 20 ملي جرام يعني بعد الاربع حبات انا ما باخذ غير اثار جانبيه. الاثر المفيد بعد الاربع حبات واحد. تمام؟ فلذلك الجرعه القصوى صارت اربع حبات، وانا على هوا شده الحاله ممكن بلش باربع حبات، ممكن بلش بثلاث حبات، ممكن بحبتين، على هوا الحاله، طالما طبعا بلش بحبه لانه طالما فرط نشاط وازعج المريض وجابه فبده يكون متوسط لشديد. هلا انا المريض بعد شهر بطلب منه يرجع لعندي، شو بطلب؟ تي اس اتش برايك شو بتفيدني؟ هلا نحن لما حناخذ قصور الطلب حنحكي بهذا الموضوع. انا بتمنى عليك شو اسمك؟ سليم. سليم تدور لنا على هالاجابه انه تي اس اتش قديش بدها لتتغير؟ انا بلشت بالعلاج اليوم، فالتي اس اتش قديش بتاخذ وقت؟ انه انا مو عندي اليات وشي تنبيه وشي تثبيت سلبي راجع خلص الوقت؟ يلا حنخلص. فالمهم انه انا المعالجه 18 شهر، وانا بعد شهر ببلش خفف تدريجيا. تمام؟ لكن انا بطلب من المريض يجي يوم اللي بدي افحصه مو اخذ حاصل بنته. تمام؟ لانه انا مريض فرط النشاط، انا بدي راقبه وراقب تحسنه، فبيشوف نبضه بدون تاثير حاصل بنته، وهي فكره بدنا نرجع عليها ونشرحها لما بدنا ناخذ القصور وشو بنراقب فيه. فهدول الحالات اذا السلعه كبيره كثير، اذا عندي قضات، اذا عملت القضات ببدايه التشخيص فانا سلفا بعرف انه لما بدي اوقف الدواء بده ينقص. احيانا بتكون القضات ما عاليه لكن تخفيف جرعه الدواء بتخليه ينقص، او اذا جحوظ شديد او عدم تحمل مثل اذا صار نقص العدلات فاجباري بدي يروح للجراحه. نجي للوظيفه. كيف تميز سريريا بين القلق وفرط النشاط؟ وبدنا سؤال متعدد الخيارات عن قصور الدرق، وانا بتمنى الاجابه تكون على ورقه، لانه هلا هدول الوراق انا
الفهم واعطيهم لاصحابهم، فبتكون صارت الفائده للي عزب حاله، واذا في ملحوظه نحكيها مع بعض نحكيها. يعطيكم العافيه.